وجوه سياسية تتغير على مدى أعوام، لكن ما يزال مصطلح نظام المحاصصة قابضا على العملية السياسية العراقية منذ 17 عاما، لكن هذا النظام أثبت فشله في إدارة الدولة. أما في مدينة كركوك فلها وضع خاص في إدارة المناصب الإدارية، فالحكم السائد فيها هو نسبة 32% لكل مكون، لكن هناك من يرى أنه قد همش في الإدارة الحالية. نبدأ بالمكون الكردي الذي دائما ما يعول على تطبيق هذه النسبة، كونه يرى أنها العامل الأبرز في التوافق السياسي ما بين باقي المكونات لإدارة المناصب السيادية والإدارية. بالنسبة لمدينة كركوك، بحكم أنه مدينة منطقة متنازع عليها وفي نفس الوقت فيها مجموعة من المكونات، فلهذا نرى بأنه إدارة كركوك تكون بالتوافق ما بين جميع المكونات، بالرغم أنه نرى ككرد في كركوك بأنه نسبة التوظيف نحن حقيقة يعني مغمونين من هذا الطرف. أما الأحزاب السياسية التركمانية لم تختلف كثيرا عن باقي القوى السياسية الأخرى في المدينة، فيما تطالب دائما باستحقاقاتها القومية والسياسية في إدارة المناصب، وآخرها منصب المحافظ ورئاسة دائرة صحة كركوك. أنا قلت إن أمكن إلغاء المحاصصة فهذا جيد جدا، وإن لم يكن ما زالت المحاصصة هي المسيطرة على السياسة العراقية فإننا نطالب بمنصب محافظ كركوك الشاغر منذ 3 سنوات. أطراف سياسية عربية مستقلة أكدت أن جميع المناصب الإدارية في المدينة تستند في جلها على مبدأ المحاصصة القومية والحزبية، وهذا ما أفرز إدارة قد فشلت في توفير الخدمات للمواطنين. دون مراعاة للكفاءة والنزاهة والتوازن في كثير من الحالات أنتج حكومة هشة غير قادرة على تلبية الحاجات، وأيضا أنتج حكومة وراها غضب جماهيري على اعتبار أن بعض الطوائف لم تستحق بالمنصب على مستوى تمثيلها واستحقاقها. غياب الحكم السائد في تقسيم المناصب الإدارية قد يخلف انقساما حادا ما بين المكونات، وقد يصدر تداعيات وتصدعات تؤثر على الوضع العام. وبين هذه الأحداث، بقاء هذا النظام أو رحيله، تبقى المدينة أسيرة للتوافقية ما بين الأحزاب الحاكمة. من كركوك، حيدر الربيعي.